ايوه اسكت انت، خلينا نتكلم. اتلتيكو الريال، خليني نقدم، خليني نحكي على نهائي جديد، نهائي ابطال اوروبا. الكاس امامك، الكاس مزينه وتتجمل باللون الابيض او بالاحمر الابيض. حتى الفينال، فامو ريال. تنظيم عالمي دوري ابطال اوروبا، ليست وليده اليوم يا الساده. هذه المسابقة اللي انطلقت من عام 56 في البارك دي برانس في أول نهائي بين ريال مدريد ستاد ريمس 4-3 للبلانكو مدريد. اليوم نعود من أجل نهائي جديد، من أجل تحدي آخر، من أجل نتعرف على هوية بطل الشامبيونز 2016. المرينج ريال يمثله من أجل حلم الحادي عشر كيلور ناباس، يمينا كارفاخال، من اليسار مارسيلو، ياكسي، راموس، بيبي، كازاميرو، كروس، مودريتش، وتريدنتي، بنزيما، بيل، وزعيمهم رونالدو. رونالدو في الكرة الأولى، والدفاع عن طريق جودين. كرة تمشي مارسيلو خطيرة، بيبي يلعب بالنار البرازيل. المرينجي تيكي تاكا، يدخل ويلزي، يهرب كارثة ما خطفه منظر. فما ورقة صفراء مستحقة، ولكن أي قرار إنجليزي. مارك راتنبرغ مزاح فولفسبورغ والمان سيتي، يمشي جارت جول، مش ممكن، الأولى عاصمية الريال، مش ممكن، مش ممكن على الكرة الأولى. السلوى والصراع البدني يبدأ، والتوزيع تأتي، وكوكي يضرب، فيليب لويس يعدي، يضرب جارث بيل في مباراة كبيرة من جنبه. رقم مدريدية، كرة للريال الكبير، يمشي توني كروس، كورنر، سك الاسكين. نهائي الشامبيونز ليج، يمشي كروس، كور، جول، جول. لا كرة ترجع بالدفاع من الامبراطور الالماني، ترجع كرة خطيرة لفريق الاتليتي، وهو ثاني هداف في تاريخ ديربي مدريد. الراسية والهدف الاول، والهدف الاول راموس، سيرخيو راموس، جول، سيرخيو راموس، جول، 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 ريال مدريد. 1-0 للمرينجي، 1-0 للمرينجي، 15 دقيقة يا معلم، 1-0 راموس، رجل النهايات، رجل المواعيد الكبرى، الرجل اللي ما يرحمش، يتعدى فوق الجميع. تشتم راموس وتقول عاودها فينا راموس، وانا نقول له عاودها له يا راموس، عاودها له يا راموس. 1-0 جارد بيل، وصل كرة بنزيما، ريال في يوم غير اعتيادي، يمشي زعيمهم، يمشي زميمهم، يضرب الكرة سيدهم، كرة قريبة للتعادل، والشانس ولكن أين؟ الكلام فيها أقدام، والكرة رونالدو، رونالدو لف ودار، ويان أوبلاك قبل الجميع، برافو يان، انطق يا الألماني، نطقها الكرة، نطقها الألماني. مازال الروخي بلانكوس ما دخلوش النهائي المنتظر والمرتقب. فريق ما عندوش تقاليد وثقافة الفوز في الفاينلز. يتعدى كوكي، كوكي حط كرة لتوريس، نادي هذه كرة جريزمان، 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 وكرة كورنر، يطالبون بلمسة، الإعادة تثبت ذلك، والكرة لها في الصدر يا راموس. طريق كوكي يلعب من اليسار، يعطي كرة، أول الكرات على المرمى، وفريق أتلتي يلعب كرة خطيرة، جريزمان، جريزمان. البرتغالي البرازيلي، برازيلي حاد كورة والدفاع موجود، سابيتش، بنزيما، بنزيما، عدى بنزيما خطيرة، راية عدى يا أوبلاك، من يسدد؟ كابي يعطي كورة خطيرة، أي 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 أوفسايد، أوفسايد، لكن ملا كورة حلوة برشا. ألعب لونتوس ولا ترسيرا، عدي الكورة يا الأتليتي، مهبول مجنون ينتظرنا الآن، الأتليتي التوزيعة، أين الراسية؟ كاريداس كما يقولوا الفرنسيين، ترجع كورة الفرنسي، جريزمان يشوط وما يفوت في مرماك يا ناباس. بدات المباراة بعد الهدف صارت أكثر تكتيكية. كرة من لويس من أجل عودة، لويس يوسع كرة، هيا وراموس في المكان الفارغ تتعدى له، خطيرة وبرافو يا جودين. يرجع بالكرة جابي، جابي، جريزمان، هيا جريزمان، قريبة جدا، أول تسديدة على المرمى، أول شوطة على الجول عن طريق الفرنسي الفرنش. ليتي، لاتليتي عنده كرة، أرجع كرة فمش خطأ. أتلتي تحسن في الأداء ولكن بدون أنياب، بدون أنياب. يهرب جاريث، جارد بيل، فما خطأ، الحكم يقول لا يكون فما شيء. كلاتنبرغ يقول العب، لويس يلعب، فيليبي، فيليبي وزع كرة، والكرة طرد، يمشي بالكرة توني، ملا توني، توني في يوم كبير، وحده بين ثلاثة، مين؟ علي مين؟ خطيرة شادة على رد بالك، وفي خطأ، يسير مباراة نهائي في الشوط الثاني، لو ينجح فيها الأتلتي، ولكن كازيميرو.
ترجع الكرة كريستيانو رونالدو، رونالدو صاب الكرة طالعة من بيت أبوها مروحة بكأس الفينال، واحد انتصار إلى التاتي، يلعب خطيرة وفيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء إلى أتلتيكو مدريد، فيها ضربة جزاء إلى التاتي. تكلمت وانتقدت وحدثت وتحدثت وبينت ووضحت وقلت واستنتجت أنه الأتلتي في الشوط الثاني سيكون عكس ما فات عن طريق زيزو الجديد لفرنسا. يمشي غريزمان، غريزمان وبرا على العارضة غريزمان كورة مرت سلامات يا الريال، سلامات كورة للريال مدريد أوت. من دعوات الوالدين يا نافاس، ترجع كورة براسية أخرج الفاينل، في الفاينل أنا الريال أنا المدريد. كرة ترجع للريال مدريد، المباراة قوية من ناحية الدفاع الآن، مباراة بدنية وتكتيكية. ترجع من العارضة يا غريزمان، والثاني ممكن للريال. صفي الهنود يا لوسينديوس كما تنطقون على مدرجاتكم، أنتم فريق منحوس، مش ممكن يا أخي، لماذا أقول هذا النحس؟ لماذا أتحجج بهذه الصفة؟ الصفة هي من كلام التاريخ وواقع الماضي يا زيزو. قايق يصاب كربخال ولد الخال، يدخل دانيلو نقطة الضعف في الريال، الراسية للتعادل، كازيميرو يستأسد ويستأنس بكرة فيها غريزمان جاب كرة وشانس على القائم الثاني. تمشي كرة والراسية وخطيرة وضربة وكرة، أي كرة ذابت بقلوب الملايين. لقاء قادم، الأتلتي قادم، والشوط رهيب، ستدور عليهم الكرة، هكذا كلمهم الأرجنتيني، ولكن يحاول الويلزي أن يقتلهم في أحلامهم وأمالهم بالثاني. شباب دانيلو حسنت حياتك يا دانيلو في لقاء الفينال، ضربات الراس وما فينالتي، لا الحكم يقول خطأ لمصلحة إخوان فران. الدفع من أين؟ وسيميوني يطالب الأنصار يشحن البطاريات، جد كرة ويلزم يلعب على مرتدات وفراغات ويلغط بنزيما، راموس ضرب كرة في توريس وكرة بالراس، مش ما يفرطش، يلعب كرة بحماس الرجال، والعرضية خطيرة وبيبي على اليسار، اليسار عوض لوندوس، وزع كرة خطيرة، أي 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 ملا كرة، ملا كرة من ساول، صعبة في النهائي، كرة تمشي كوكي، الله كم كانت ذكية. الأتلتيكو في رأيي قادر يعود في أي لحظة. جيبوا الثاني ويخلص، خلص يا كريستيانو رونالدو، خلص والكرة في الدفاع، بلويس حط كرة كوكي باش يشوت كرة ترجع بالدفاع على اليمين فما ساول يلعب بين الساقين، وصل كرة من اليسار، دارت في الوسط مشات يمين، والكرة في خطة وانذار قادم فما إصابة. كرة ترجع للريال مدريد والدفاع، واحدة رونالدو جارث بيل، والحكم يرجع لخط الإعطاء ادفانتج، يكون فيها شيء، اوكي تصرف يا القائد، والكرة مع القائد لجابي، وجابي فيها باس، يصبروا برشا ويشوتوا برشا، ولكن ما يوصلوش. زالت من ساول وتغطيات مارسيلو في السليم يا بيبي. كرة ترجع للمرنجي فيجو، ترجع الكرة تمشي طويلة، ترجع ضربة راس، كرة راسية بفنيات ومهارات الامبراطور، يمشي رجل ألمانيا وبروسيا فيما سبق يلعب الكرة، طبعا نحكي على البروسي مش على بروسيا دورتموند. الريال ممكن نقول هدف وكفاية، وكأن زيزو على الطريقة الطليانية في قلب سانسيرو يذكرهم أنهم كانوا في يوم من الأيام أسياد ووزراء للدفاع. أسماء إلى أيامك يا كروس، رونالدو بطريقة الأدب الأول، تامبيونز ومونديال الأندية، وترجع الكرة مرة أخرى بقتالية بيبي، بذكاء وانتهازية مارسيل، ترجع له الكرة وتحبه، يمشي كريستيانو ويعدي وخطة وفاول، ورقة، وماذا في ورقاتك؟ قال رغم الريال أقرب، جارث بيل ينهيها ركنية، لو يفعلونها البيض، ترجع ضربة راس وفي خطة، وكرة لكوكي. وراي كوكي على راموس،
حركته مع ترجع لك ضعت. يمشي رونالدو، يمشي رونالدو، يدخل كريستيانو. برافو جودين. تم حد باس يلعب مارسيلو، 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 مارسيلو. ضربوهم عصفور استح، عصفور استح، عصفور استح، عصفور استح، ويقعد عصفور استح، عصفور استح، وتبقى عصفور استح. مش ممكن ما تطير وقتاش تجنح وتطير. كي حاجتي بيك يا وجهي. يمشي بالكرة بندين فراغات الانتحار يا فران، لكن ما عندكش خيار. شتعمل شتعمل في عصفور استح احسن. وبالراس يرجع دانيلو، ودانيلو، دانيلو، دانيلو، دانيلو. اوه فما خطا لبيبي، فما فاول لبيبي. كورة يستفيد منها بيبي. لذلك انا نتصور ممكن فما هدف فاخر في هذا النهائي. هي اثنين بلاش، هي واحد واحد. هجمات من فيليبي، يبعد لويس ويأكد كلامي. لويس يعمل عرضية، مش نعاودها ونقول. يمشي كراسكو، حط كرة لويس، كرة توريس، النينو بالراس وكرة برا. 74 دقيقة، ضربة ثانية توجع في ثلاث سنين يا سيميوني لفريق الحقيقة طيح برشلونة وبايرن. أتليتي، أتليتي من مدرجات الشمال. والتغيير يخرج بنزيما ويدخل لوكاس، يدخل لوكاس فاسكيز. ريتش يمشي الكرواتي، فما مساحات. رونالدو، رونالدو خلصها. مازال وقت هذه الكاس، مازال وقت الجنار يا ولدي. خطا، فما ادفانتج كازيميرو، كازيميرو، او كره من لوكاس، وكره من لوكاس، ومازال، والثاني، 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 والكره ضاعت. مش ممكن، مش ممكن كره قد يندب فيها مدريد. هذا ممكن فيها الحسن انه الريال ما قتلش المباراه، وانا ممكن عادوا عادوا، والله عادوا، والله عادوا. ويامي صحيح، خلاص خلاص خلاص. اللي ضيع يقبل يا المرنجي. كاراسكو، 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 كاراسكو عادل المباراة، عادل النهائي. عادوا من بعيد، عادوا من بعيد. مش ممكن، مش معقول. جارث بيل، كريستيانو رونالدو، لوكاس فاسكيز ضيعوا كرة الكاو بعد أقل من 30 ثانية. وقت اللي نتكلم، وقت اللي نقول، كراسكو باش يقولها قالها. النهائي الآن يصبح نهائي الأحلام، سيناريو آخر، مباراة أخرى، كرة أخرى، أتلتيكو آخر. الآن ممكن يفرطوش في سلك. الآن ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الخبزة دانيل. خوان فران جاب الحل الأول. فران جا فران، والثاني. أي 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 توريس، النينو توريس. أنت ملا ملا لويس، إيش جرى لويس؟ إيش جرى لويس؟ واش ركض من اليسار؟ إيش عمل؟ شوارع، شوارع. وزارة التجهيز في كل بلد تحلم بماكينة مثلك يا لويس، ما شاء الله عليك. أم الأتليتي يمشي سكو، إسكو، باس، كرة مقطوعة. أرسلو، خطيرة لجارث بيل. أو جارث، أو جارث، 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 ويا نو بلاك. وكرة في الكورنر. ريال في البرنابيو، ترجع ضربة راس والراسية وركنية. لا باس عن طريق مارسيلو، مارسيلو لو عدي خطيرة، يعدي مارسيلو خطيرة برشا. والكرة السليمة يا الأتليتي. كرة كانت خطيرة جدا من الريال. ويوزع كرة، وخطيرة، وخطيرة، وصعبة. وبرافو يا نوبلاك، وممتاز يا نوبلاك. دانيلو يعمل دانيلو وحده، والكرة في الدفاع، وترجع بالدفاع. مش ممكن اذا وصلها. يحاول يدور بيبي، يحاول يدور بيبي. واتلتيكو مدريد المتشبث باللقب الاول، وما الحبيب الا الحبيب الاول يا كراسكو. بي خطيره الكونتر اتاك، خطيره الكونتر اتاك. يمشي كراسكو، يمشي كراسكو، والكره فيها خطا وفاول وانذار، فيها خطا وانذار، فيها فاول وانذار. عندهم البالدو ماتش بلغه التنس، ونحن الان في لعبه رولان جاروس. وبالفعل يوني الحكم الانجليزي مارك لاتنبرغ المباراة في الوقت الاضافي مثل 2014 نهائي الشامبيونز. سيحسم مينيموم حد ادنى في الاكسترا تايم. اسكو حط الكرة عن طريق كازاميرو، يغطي على كورتو، يغطي على كورتو، ويباسي كورتو. حلوة برشا. رونالدو يمشي، فاسكيز يخلق الثغرة، يوصل كورة ما يوصلهاش. هذه المباراة اكثر من 55 لكل فريق، والكرة توجوال، كرة من الثبات، ركنية رونالدو. أي 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 أي، كرة ما حبتوش، كرة ما حبتوش. الكرة عن طريق كراسكو، كراسكو، التغيير اللي غير شكل المباراة. ريكي كوكي، الصبر يا الأتليتي، والكرة ودانيلو بالراس. دقيقتين الكرة مع الأتليتي، يمشي أتليتيكو مدريد أكثر من 40 تمريرة. كوكي، كوكي، حاط الكرة على القائم الثاني، خطيرة بالراس. كرة خطيرة برشا، جريزمان هرب، جريزمان هرب، وبرافو دانيلو المرة هذه. دانيلو خلص الريال من الوداع.
اتلتيكو مدريد. المتابعه والدخول من خوان فران. خوان فران وعمليه وضع الجسد بقوه، وخوان فران اصدم في الحيط. هذه الكره اتلتي في هذا النهائي. ترجع كره مره اخرى من الركنيه والراسيه. رونالدو يعطي كره اسكو. اسكو كره خطيره كارسمي. مارسيلو ممكن يرفع كره، يرفع كره مارسيلو خطيره. كره طويله من جودين، يمشي مارسيلو. مارسيلو وفي خطا ما فماش جريزمان. خواتيم الشوط الاول مثيره. كره من دانييلو. نسبه كبيره نمشيو لضربات الترجيح. ساول كاراسكو رجل المباراة في الشوط الثاني. كاراسكو طيحهم يشوط اخر كرة بالراس. كرة صعبة مازالت فما شاصو. كرة بعيدة من جريزمان. باي اديوس يا البيضة او اديوس يا الحمراء والبيضة. مودريتش يمشي بالكرة. كازيميرو 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 شوفي غيره. يمشي دانيلو راوغ بروحه. دانيلو يراوغ دانيلو. يمشي جابي يوزع كرة وترجع. شوف جودين وينه. شوف جودين لويس يخرج لداعي اليسار. ولوكاس فرنانديز من يدخل بيب الراس. بيب في منطقة الجزاء. كرة من جارث بيل وبرافو جابي. لوكاس كرة لوكاس. لوكاس يعدي ويربح كورنير ركنية. يمشي بالكرة مودريتش وعطاها هدية لجريزمان. يمشي اسكو يدخل اسكو. اسكو كرة مارسيلو ناقصة. تاريخيا الريال مدريد ولا مرة لعب نهائي بركلات ترجيح. عالمي يا كابيتانو. يرجع جابي وفما انذار وفما ورقة. فما ورقة فما ورقة. الحكم يسامح بيبي. يتغافل عن بيبي. يرصد بيبي. اسكو لجارث بيل. جارث بيل هذه بالراس وبرافو جودين. مارسيلو عنده شانس. حط كرة رونالدو. كوية برشا عالية بعيدة. مازلنا ما وصلناش لتيرو بيت. يلعب الكرة لوكاس ما يوصلش كرة. جودين يناقش أمطار وحكاية حدود وحكاية أرض وأرض. وكلاتنبرغ قاضي لهاي يقول الكرة هنا. أنا الحاكم في زماني. الى 113 يا 113. شو توماس 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 يعمل توماس. 79 كراسكو. والكرة ترجع على التماس لفريق الاتلتيكو مدريد. الاكشن نتاعو والتقديم نتاعو. يمشي رونالدو ما عداهاش. راموس يتحدث مع خوان فران. ما عادش تلعب قال له في الكيب ناسيونال. ما عادش تعفسها المنتخب الاسباني. ما عادش تلعب ما دام انا موجود. سأكلم ديل بوسكي المدريدي ولن تأتي يا فران. حط الكرة عن طريق ساول. ساول يلعب كرة أخيرة والكرة بعيدة. كرة أوت للريال مدريد. جاء الكرة مرة أخرى عن طريق هجوم وكرة من لوكاس. ولانيلو يعمل حسنة عمره. حسنة عمره. شاط كرة كريستيانو. كرة مارسيلو. إيسكو خطيرة. مش ممكن فاسكاس. كاراسكو بنفس الصورة. كاراسكو في نفس الخطورة. وبيبي يدافع عن ريال مدريد. 120 يعطي برشا حلول. اسكو اسكو ترجع له كرة. واش ممكن حط كرة دانيلو. هي 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 مدريدية. ركنية يا الريال. ركنية يا الريال. مودريتش يمشي مودريتش يمشي مودريتش. يرجع بالكرة توريس. دانيلو 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 دانيلو. وكرة صعبة. سيميوني سيبقى فينومينو. سيبقى ظاهرة. هذا كور بلي. إذا ضربات الجزاء الترجيحية أصدقائي المشاهدين. اللعبة الأخيرة والفصل الأخير في نهائي الشامبيونز ليج. زيدان يتحدث ويحب يقنع كازيميرو أنه يشوت وممكن يعطيه فكرة وين يشوت. الآن دور حراس. الآن تركيز لاعبين هو ثباتهم. الآن عدم الرهبة والخوف هو الريبة في التنفيذ هو تركيز الحراس. وفيها حظ كبير هو نصيب للفائز. سنرى ونتابع. لوكاسيانو بلاك. الريال هو بادي. يمشي باسكيز يتقدم لوكاس يحطها. 1-0 للريال. 1-0 يا بلاك. كرة من جريزمان. نواس وجريزمان وحط له. قلت لك صعب جدا انه يضيعها مرتين. جريزو في الجول. الثانية من مارسيلو. يمشي مارسيلو يمشي مارسيلو حتى 2-1 هبلة البرازيلي. تانو جابي. يمشي جابي حتى عالمي يا ولد. عالمي يا يهودو. كورة لجارث بيل من هذا الفاينل. يمشي جارث بيل وحتى اليد المرنجي في نفس الزاوية. الآن ساول. الآن ساول ساول يمشي فيها ساول وحطها.
ثلاثة ثلاثة. الرابعة من سيرخيو راموس. وين ماشي؟ جا راموس، راموس يصبها، يصبها ويحطها. ونفس الطريقة في اليسار يا المرينج. بس يمشي خوان يشكي، يمشي وشدها، خلاص 4-3 للريال، 4-3 للريال من أجل عيون تلك الطفلة كيلور. رونالدو، هل تكون الأخيرة؟ يمشي كريستيانو، رونالدو جول 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 جول. كامبيون كامبيون كامبيون، المرينج ياس الكامبيون. أي كورة وأي حظ، زيدان يدخل التاريخ، وبقدم رونالدو يكتب التاريخ، ولتلك الدموع كتب تاريخ. القائم يا كيلور، وقف بنالتي وريغوريخ والفران، دموع تذرف وقلوب تدمع، والريال يفوز والأتلتي منحوس، التعيس متعوس، ولو حطوا على راسه فانوس يا الأتلتي. المرينجي المرينجي، الريال البلانكو سيد أوروبا وفارسها للمرة 11 في أول نهائي بركلات الترجيح. حطوهم الخمسة، جابوهم الخمسة. رونالدو داخ، رونالدو داخ، رونالدو داخ، وسيتو فاح، والريال شيخ، واللقب 11 يكتب في اللانال، في الارشيفو يا المرنجي. الكاس في لحظات، الساعة 11 52 دقيقة بيت ميلانو في التوقيت الأوروبي. لحظات وترفع كاس الأبطال في غياب بلاتيني، ولكن في حضور فرنسي خليفته اسمه زيدان. الكاس يرفع راموس، ارفع يا سيرخيو، ارفعها يا راموس، ارفعها يا راموس. الكوب دوروب دي كلوب شامبيون، لا شامبيونز ليغ، ريال مدريد بطل اوروبا للمرة 11 في تاريخه، لقب تاريخي في موسم صعب.